في معارك الاستنزاف كانت أو كان المقاتل المصري مثل مشرف على التضحية لأجل البلد وعلى أنه شايف حاجة اللي حواليه مش شايفينها، فكان الطبيعي أنه كفاح المصريين بيتوج بعبور عظيم يحصل في أكتوبر. إحنا متشرفين بقى أنه على تليفون معنا أحد الرموز والقادة والناس اللي بنبص لهم بكتير من الاحترام والتبجيل، سيادة اللواء كمال عامر قائد الجيش الثالث الميداني ومدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أنا ما كنتش الكلام ده في خلال حرب أكتوبر، أنا كنت رائد في خلال حرب. أهلا بيك يا فندم. لا يا فندم طبعا. طبعا حضرتك لسه شباب أصلا دلوقتي. أهلا بيك سيادة اللواء. احنا بنتكلم عن اللي فات وعن قد ايه في بطولات، احنا عايزين طبعا نسمع منكم، انتوا كبرنا يعني. بالتأكيد. الجيش المصري واحده من مميزاته احترام الكبير. ايه الرمز الكبير؟ ودي اول سؤال عايز اساله حضرتك، ايه الحاجه الكبيره اللي حضرتك شايف انه سابوها لنا ابطال اكتوبر وابطال حرب ما قبل اكتوبر، حرب الاستنزاف؟ الحاجة الكبيرة اللي عندنا كلنا مدنيين وعسكريين هي مصر. مصر العظيمة ظلت منذ بداية التاريخ، أولا هي من الدول القليلة التي حافظت على اسمها طوال عمق التاريخ من بداية الخليقة. ومصر الحقيقة هي يعني ظلت تشع الأمن والأمان والحضارة على أقلامها وعالمها، وهي أهلها أهل كرام ولهم سمات معينة عبر التاريخ كله، وكانت الدول التي كانت تأتي لمنطقة اللي فيها مصر عشان تتشهر تحتك بمصر. عشان كده عايز أقول لسيادتك حاجة، أكبر حاجة عندنا وفي قلوبنا ونوعها وحاربنا عشانها هي بلدنا الغالية مصر وأرضها الطاهرة وشعبها العظيم. اهلا وسهلا بيك. انا بشكرك ست اللواء. حاجه تانية انا عايز اسال حضرتك، انه حرب اكتوبر سابت وراها مش بس كتير من البطولات والقصص والحكايات، لكن سابت وراها اللي دايما حضراتكم بتعلمونا عنه، روح اكتوبر، فكره نعم. اليقين بالنصر. نعم. لو حضرتك اتفضل. نعم اتفضلي. روح اكتوبر هي عديمه العطاء، هي إرادة التغيير، هي إرادة البناء. إحنا شايفين دلوقتي يمكن حرب أكتوبر فاتت بعدها 47 سنة، ولكن شايفين حوالينا الآن مصر بيعاد بناءها بأيدي شريفة، سواء من قيادة شريفة أو من أيدي مصريين في كل موقع أو في كل مكان تعتز بمصريتها وتعمل جاهدة ليلا ونهارا عشان بناء مصر الحديثة، بناء مصر الحديثة في سواء طرق أو أراضي زراعية أو مشروعات قومية أو إنشاءات أو تطوير قدرات زي مثلا محطة الضبعة النووية أو جامعة الجلالة البحرية أو جامعة جنوب سيناء أو جامعة شمال سيناء. وتنمية سيناء الحقيقة كانت أمانة في أعناقنا، وكانت مع تحرير أرضها كنا كلنا بنأمل إن هذه الأرض الطيبة اللي روتها دماء شهدائنا تبقى يعني فعلا يعني مجال خصب ومكان خصب جدا لشعبها الأبي العظيم، عشان يبقى التنمية ينعم بالتنمية وينعم بالرخاء وينعم بالأمن والأمان اللي هو حققته حرب أكتوبر. أنا عايز أقول لسيادتك إن روح أكتوبر دي هي روح عظيمة جدا بتتفجر لدى الشعب المصري وقت اللزوم. يعني عايز أقول لسيادتك إن الشعب المصري عندما تتفجر طاقاته يصبح المستحيل ممكنا، والشعب المصري أحيانا بيبقى يعني خامل، ولكنه مش هو دي الحقيقة. الحقيقة إن شعب مصر جنود وصف ضباط وضباط ومدنيين، شعب مصر عظيم ومعطاء وقوي ويستطيع ان هو يتحمل الصعاب الكثيرة ويبني بناء عظيما لم تبنيه دولة اخرى. طب سيادة اللواء، حضرتك ذكرت انه اثناء حرب اكتوبر حضرتك كنت رائد،
فينفع نسأل حضرتك انه ازاي شفت الحرب دي بعين شاب نعم. في بداية حياته نعم. وازاي اثرت على بقى. ماشي حضرتك، انا كنت رائد وفي كلية اركان حرب وكنت رئيس او اركان حرب عمليات لواء مشاة ميكانيكي، وكان هذا اللواء المشاة الميكانيكي مكلف ان هو يعبر كان من رأس كوبري الجيش الثالث عشان يوسع رأس كوبري في اتجاه عيون موسى ويستولي عليها، ثم حاجة حتة اسمها رأس مسلة وجبل جردي وقصير عمران. وفعلا دفع هذا اللواء الميكانيكي من خلال رأس كوبري الجيش الثالث الميداني من خط الجبهات، ونجح في الاستيلاء على عيون موسى، وخدنا عيون موسى وقعدنا فيها مرحلة مع نواجه الهجمات المضادة. وكنا الحقيقة يعني نجحنا أيضا، نجح الدواء في الاستيلاء على رأس مسلة وجزء كبير جدا من قصي بعران وجبل أبو جردي وحتة اسمها مقتل المصري. وكانت الحقيقة مؤمنا بذلك جانب الجيش الثالث الميداني، ويعني الحقيقة قام العدو ضده بهجمات جوية كثيرة جدا مكثفة جدا، كونه لواء ميكانيكي يخرج من خارج رأس الكوبري، ورأس الكوبري ده كان مخطط فيه للدفاع عنه يعني يمكن حائط دفاع جوي قوي جدا ولغاية دلوقتي بيدرس في العالم، ونجحت مصر في بنائه في عدة سنوات. وكانت هذا الحائط أدى إلى إصدار تعليمات من القيادة الإسرائيلية لإسرائيل للطيارينهم إن هم لا يقتربوا منه لأن هم كانوا بتتساقط الطائرات أمامه. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا ما بقناش كده إلا لأننا اتعلمنا من قادتنا الأفاضل المحترمين. إحنا أنا رباني اللواء محمد اللواء الفريق بقى محمد فوزي اللي هو مسك القيادة الخاصة المسلحة، وهو كان بطل حرب الاستنزاف، وهو كان بطل صمود القوات المسلحة، وهو يعني قادتنا كلهم يعني يمكن أول حرب كانت في العبور كان القائد بيتقدم رجاله، وكان قادتنا كلهم قدوة لينا. وعايز أقول لك إن إحنا اتعلمنا أن نقدم أرواحنا فداء لبلدنا لأنها رخيصة جدا في سبيل أمن بلدنا وأمن شعبها وتحرير أرضها. سيادة اللواء أخيرا يعني لو حضرتك النهاردة عايز تقدم شكر وعرفان زي كل المصريين وهم بيقدموا العرفان لأبطالنا تقدموا لمين؟ أقدم الشكر والعرفان للجندي المجهول اللي هجم وهو بيقول الله أكبر، وهو بيقول الله أكبر ورافع علم مصر جت شظية شالت إيده أو 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 بيقول الله أكبر وجات له طلقة، ولكنه وهو بيسلم روحه لله سبحانه وتعالى في شهر كريم شهر رمضان كان حريصا على بلده. وأنا شفت أحد القادة بيتقدم وبيجري وشيء وإيده اتشالت في القصف الطيران والقصف المدفعية، ولكن هو شايل إيده وبيتقدم بيها وبيجري بيها كمظهر منظر يبكي ويستعجب له الإنسان لأنه كان يعني يحمل في طياته معاني متعددة عظيمة جدا، ولك أن تفكري فيها. وعشان كده عايز أقول لك حاجة، إن مصر مش كلام وأغاني، ولكن مصر شعب عظيم وإرادة قوية وحكومة عظيمة وقيادة مخلصة وطنية، ومصر بفضل الله سبحانه وتعالى هي دائما في حفظ الله سبحانه وتعالى. أنا بشكرك شكرا جزيلا وبكرر تهنئتي لحضرتك سيادة اللواء كمال عامر قائد الجيش الثالث الميداني مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، كل التحية لأبطالنا اللي نعرفهم وحتى المجهولين منهم.